هذا جليبيب عبد قصير أسود أفطس دميم قبيح فقير رث الثياب يشرب بكفيه من المياه الجارية أو يقترف من الآبار يأكل كسرات خبز إن وجد فإن لم يجد يبتلي صائما ينام وفراشه الأرض ولحافه السماء وليس له من مخد إلا نعليه في فناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يمر يوما والنبي عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه ينظر إلى هذا الرجل جليبيب بهذه الحالة قال أتعرفون من هذا وإذا بأغلب الصحابة لا يعرفون اسمه لا يعرفون اسمه إن حضر لم يعرف لم يدع إن غاب لم يفتقد ومن الذي يحفظ اسم رجل كهذا قال إنه جليبيب ثم نادى به يا جليبيب ألا تتزوج فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يتفجع لم يتأوه لم يقل يا رسول الله ما عندي دنيا ما عندي مال ما عندي إنما ما زاد على أن قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يزوج جليبيبا في الدنيا ولا مال ولا جاه يعرف أن الناس ما زالوا يحكمون بهذه المقاييس إنه ينتظر زواج الآخرة قال ومن يزوج جليبيبا في الدنيا ولا مال ولا جاه تركه النبي عليه الصلاة والسلام وفي اليوم الثاني ناداه وهو يمر يا جليبيب ألا تتزوج قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يزوج جليبيبا ولا مال ولا جاه في اليوم الثالث قال يا جليبيب ألا تتزوج فالتفت مستغرب من نداء النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يزوج جليبيبا ولا مال ولا جاه قال يا جليبيب اذهب إلى بيت فلان الأنصاري واخطب ابنته وقل أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لكم زوجوني ابنتكم وكانت الفتاة من أجمل نساء الأنصار من أجمل فتيات دور الأنصار فذهب جليبيب وطرق الباب أرسله النبي عليه الصلاة والسلام قال يسلم عليكم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول زوجوني ابنتكم فقال الأب يا جليبيب لا مال ولا جاه كيف نزوجه وصاحت الأم لزوجها أيزوج جليبيب وهو على هذه الحال ولا مال ولا جاه وابنتنا في موقعها وموضعها التي هي فيه وتسمع الفتاة المؤمنة فتاة العقيدة فتاة التوحيد فتاة القرآن والسنة فتاة قيام الليل ليست فتاة الدشوش وفتاة التلفاز وفتاة قارعة الطريق والمنتزهات والمحلقات تسمع الفتاة المؤمنة فتصرخ بوالديها من الداخل كيف هذا أو تردان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني أجزت زواجي وإني قبلت به زوجة قالوا يا ابنتاه انظريه انظري شكله انظري هندامه انظري ثوبه لا مال ولا جاه قالت والله لا أرد خاطبا أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ويحضر لعرسه تلك الليلة وبينما مراسيم الزفاف على بساطتها تعقد إذ بمناد الجهاد يصرخ في الخارج يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي وإذا بجليبيب رضي الله تعالى عنه يترك عروسه في زينتها في حلتها في أرق وأعذب وأجمل لحظة وصال ما بين رجل وامرأة ليلة الزفاف وإذا به يسحب يده وكأن عقربا لدغت وينطلق كالسهم من الرمية ويلتحق بصفوف الجيش نحو الغزوة ويقاتل مع الذين يقاتلون وتنجلي المعركة ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويتفقد أصحابه من الشهداء فيعدد الصحابة كل الناس إلا جليبيبا لا يذكره أحد قال ألا تفقدون حبيبا قالوا من قال أفقد حبيبي جليبيب أفقد حبيبي جليبيب ويبحث عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيجده وقد تلوث بالدم وأصيب بجراحات بليغة وصار وجهه من طين الأرض وترابها فينفض عن وجهه
ويضع رأسه على فخذه الشريف. قال جليبيب: جليبيب، قتلت سبعا من الكفار ثم قتل، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. ثم أشاح برأسه صلى الله عليه وسلم يمينا، قال: أتدرون لما أشحت بوجهي؟ قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: والله رأيت زوجاته من الحور العين يتسابقن إلى احتضانه، يتسابقن إلى احتضانه، وأعرفه رجلا غيورا، فأشحت بوجهي حتى لا يغار. جليبيب لا مال ولا جاه، ونحن بكل جاهنا، بكل مالنا، بكل حللنا، بكل ما لنا، ماذا فعلنا؟ يا أيها الحبيب، ثمنك وقيمتك حبك لربك، اتباعك لنبيك، تعلقك بدينك، خدمتك لرسالتك. لا تزدري نفسك، لا تنصت إلى أولئك المخذلين، لا تنصت إلى ذاك الهمس الشيطاني الذي يقول لك: من أنت وماذا يمكن أن تصنع؟ لا تزدري نفسك، وكن جليبيب وقتك.